نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح، ونبتديها بأن حملة 100 يوم صحة قدمت أكتر من 69 مليون و 423 ألف خدمة مجانية خلال 43 يوم. كمان قوات الدفاع الشعبي والعسكري نظمت عدد من الفعاليات. كمان وزارة الداخلية وفرت أدوات مدرسية مخفضة الأسعار. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها إنه امبارح وفقاً لما أعلن عنه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تم تقديم 69 مليون 423 ألف 999 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة، وده منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للنسخة الثانية مساء يوم 31 يوليو 2024 وحتى مساء الخميس 12 سبتمبر في جميع محافظات الجمهورية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن قوات الدفاع الشعبي والعسكري نظمت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حفل تكريم لأوائل مدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية اللي بتعمل بنظام التأسيس العسكري والمتفوقين من ذوي الهمم لخلق روح التنافس والمداومة على التميز بين مختلف المدارس وتنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب مصر. وخلال الفعاليات تم تكريم قادة ومديري تلك المدارس نظراً لتميزهم خلال العام الدراسي 2023-2024، وده بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ونائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس لعدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية اللي بتنفذها الدولة المصرية لتحقيق رؤية مصر المستدامة 2030. امبارح وتحت رعاية رئيس الجمهورية، وزارة الداخلية بتواصل فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد اللي مدت فعاليتها اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر والمدة شهر، مع التوسع إلى ما يقارب الضعف في عدد المنافذ المشاركة تزامناً مع قرب حلول العام الدراسي الجديد، وده لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة.